السلام عليكم. بعد ما دخلنا للوالماس كنا كنتقضاو العشاء ديالنا وكنشوفوا الصخره اللي خاصنا وفين غنباتوا، وبالصدفه كنا كناخذوا الحرشه انتم تشوفوها في الفيديو. تلاقينا خونا ابو عزه تبارك الله عليه، عرض علينا مسكين ما تناهاش معانا، وشكرا بزاف اخي ابو عزه، وشي كلمه قولها لينا. لا لا، مرحبا بكم الاخوان، مرحبا بكم في اي وقت، وشرفتونا صراحه، ومرحبا بكم. الله يحفظك اخويا مهدي. تبارك الله سي رضا، مرحلة اليوم كانت لا خلاص خلي بواحد هذيك مرحلة اليوم شاقة سبحان الله. كنا غادي نباتوا في واحد المحطة ديال الزيز، ولكن سي بوعزة قال لك راه تيكون البرد هو الماس. لا بصح هو الماس، وعاد كان فيها الثلج شي 15 يوم دابا، دابا ما تلاقيناش. يلا 15 يوم مش كافي تقريبا، شي 15 يوم 20 يوم بحال ما قلت لك، ماشي بزاف. وبالتالي راه دابا حنا نباتوا في الدار ان شاء الله. مرحبا بكم، اكرمنا سي بوعزة، الله يكرمو. واحد ريحة الطاجين راه جاية، يا سلام. ما طلع والو، الله يعطيك الصحة اخي بوعزة. مرحبا بكم، واخا تشوفوه كبير راه ما كبيرش، ما يخلعكمش بهذه ديال الصورة اللي كتشوفوا. تبارك الله باقي صغير، 21 سنة تقريبا. تبارك الله، الله الله يبارك اخي. شكرا. خويا مهدي واخا تشوفوه كبير راه باقي صغير. راه كبير ما يطيبش. هو هذا هو كان. السلام عليكم خويا مهدي. صباح الله على خير رضا. صباح الخير، رحلة جميلة ان شاء الله. مازال وصلنا لنهاية الرحلة ولا مازال؟ بقالنا الكار دابا. بقالنا الكار ان شاء الله. خويا ابو عزة مرحبا بكم مرة أخرى. مرحبا بك، شرف لينا تحضروا معنا اليوم، شكرا على الزيارة، ومرحبا بكم في أي وقت. الله يحفظك أخي ابو عزة، الله يسهل عليك، شكرا بزاف. هاني هاني على الاستضافة، كرمنا. هو خويا ابو عزة كرمنا بدل شنو هادي خزامة ياك؟ أنا شميت ريحتها صراحة وعجبان، قلت لخويا ابو عزة خويا مهدي باغي شعل الضو. خويا مهدي طفي طفي هانية. صبحتي مرتاح؟ الله يحفظك. الحمد لله، كنجمع الدوزان حتى لهنا، وكتكون الامور غدا كيف ما خططنا ليها. وصلنا للمفترق طرق مع خونا ابو عزة، فخنا صباح جمعنا الباكتاج، تناولنا الفطور كما كتشوفوا هنا، وقررنا اننا نشدو الكار باش نرجعوا لقنيطره، ولكن طرا لنا واحد المشكل وما قدرناش نرجعوا بالكار، وقررنا اننا نرجعوا. نخليكم تكتشفوا مع الطريقه وشنو درنا وكيفاش رجعنا وكيفاش داز النهار ديالنا، نخليكم تكتشفوا، تبعوا معايا. رضا يلا خلينا نمشيو مع وجهو كنضيعوا الوقت. كما شفتوا في اللقطه اللي قبل، مهدي قال لي يا رضا يلا نعوجوا، وفعلا هادشي اللي غنديروا دابا. يا هبطنا البيكالات من الكار كما كتشوفوا دابا، انا كنجمع حوايج ديالي، كنعاود نلبس التحزيمه ديال الطريق، حيت الحوايج اللي كنت بيهم باش غنمشي في الكار، وجمعنا الباكتاج ديالنا، ركب مهدي البيكالا ديالو، وغادي ناخذوا ولا خدينا القرار عفوان، وغادي نشدوا طريق من والماس الى قنيطره بالدراجات الهوائيه ديالنا. الطريق صراحه عانينا فيها، رغم ان هذا القرار جاء مفاجئ وما كناش معولين عليه، نظرا للقدم ديال هذا الكار، وعنده الصندوق صغير ما تسعوش الدراجات ديالنا، ولكن توكلنا على الله وخرجنا معطلين تقريبا 11 وثلث ولا 11 ونص، خرجنا توكلنا على الله. ونخليكم تكتشفوا بقيه الفيديو معنا، ما تنساوش اذا عجبكم الفيديو دير بحالي وشري بديكاره. اخوان احنا دابا كما تشوف الفيديو كنا غنجدو ترونسبور، قالك نديو بيكالات ناعسين، بيكالات الى ديناهم ناعسين غادي يتكرفصو، فلذلك دابا شحال الساعة؟ راه 11 عين نشوف، دابا راه 11 تولوت، ولذلك حنا غنجدوها هدا وحدة. كما شفتو البارح حنا طلعنا في طلعة كان طريق مكرصة، دابا الحمد لله كاينة غي هدى، نوصل تيداس ولا المعازيز ونشوف ترونسبور ونكملو، نكملو النيت بيكالات. خويا مهدي ها هو، فكرنا البيكالات كثر ما فكرو راسنا، ضروري البيكالات ما بغيناش نمشيو ناعسين، هادشي كاين. دابا غنكملو الطريق ان شاء الله نهدو البيكالات. حنا في الخرجة ديال والماس كيما كتشوفو الطريق، احنا هوادين دابا هابطين، يا سلام. الطريق كلها هدى وحدة ان شاء الله الرحمن الرحيم، كاين شي طلعات خفاف، شي جوج طلعات ولا اللي هودنا فيهم البارح، العكس ديال الطريق ديال البارح. ان شاء الله خليكم معنا تشوفوا الطريق ديال العودة شنو غنديرو. مالك مالك انت مالك؟ وي نسينا الطعام،
الغالب لا نسيناكم. هاي طلع انا هذه وهي اللي كاينه تقريبا اللي قاصحه شي شويه بغينا نقولوا. هطلع كيفاش كنطلعوا فيها. هاي هاي خص يكون فرق. الفيو صراحة خطيرة جدا اللهم بارك. ميمكنش اننا ما نوقفوش هنا. الطريقة هي وي مهدي وريحان الكلابة حافظنا الله. اعداء البسكليط هما الكلاب. الطريق حنا هابطين من هنا ان شاء الله. هي في الرجعات عكسات الآية. حنا هابطين بالزربة كنوصلو لجداس. حنا في جداس دابا تقريبا واحد 35-40 كيلومتر قطعناها بسرعة 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 مع كاين غير هدى شي جوج طلعات اللي صادفونا. حنا في جداس نتوما تشوفو القرية الجميلة والهادئة جداس. الجوع صحي نايل معقولة. شتف لي مزيانة خيمتي. فين هرب لك ذاك الموس انت؟ كاين زيت بلدية؟ درنا قطر قطر دير فوق وزيد داخل انا عادي اللي يزيد بلدية وانت ما ديرش عاود راسك. دهون طبيعية مع الدهون خفيف. دير اللي هو اللي واجد. زيد ازيد 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 صافي. حط فوق شي لعيبة وعاد قطع. لا قضي دابا انت تاكل ما تحرك حتى شدو شي غويبون. مع دابا حبسنا حبسنا ما عادوش حبس. ياك 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 بسرعة البرق ياك ياك اللهم بارك. ساعة صلينا الظهر وعصر غنكملو الطريق ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. حنا مازالين في المعازيز نتبعو الطريق هادي فين دايز هداك الرموك ليه ياك. ممشيوش معادي معادي نمشيو معادي ديال الجندار رجعو مال الاخرى ديال الجندار. صافي رجعو مال الاخرى ديال الجندار ان شاء الله الرحمن الرحيم. بقاشنا بزاف شي 50 لا كتر 77 كيلومتر 77 كيلومتر ودابا 3 وثلث. شوف خلينا نوقفو هنايا واحد الرموك داز الله يسمح ليه. وقفنا بالزيز خرجنا من الطريق وفي نفس الوقت واخا هكاك وقفنا صافي ما لقينا كي نديرو بالريح ديالو وقفنا. اه مستعان صافي واحد يرد بالو في الطريق ما يتاقش الله يصاوب. شوفوا معايا هذا المنظر واعر بزاف كيما كتشوفوا معايا النبته ديال الحلاله كيما كنسميوها حنا في قنيطره. وسط منها كاين واحد الشجر بين هذيك الداليه اللي كاينه الوسط كاين منظر جميل جدا. حنا قربنا دابا الخميس سيدي حيا هو قريب لتيفلت والخميسات مبقالناش بزاف ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الله يعاونك. حنا جايين دابا من والماس وخا خرجنا معطلين من والماس الحمد لله كان الطريق ميسرة شدنا شي طليعات لي خفاف. الطريق كامله زوينه فيها ما يتشاف. وقفنا تغدينا استحنا بخير اللهم لك الحمد. خليكم معنا حنا قربنا دابا الخميس وغينا شي 3 كيلومتر خميس سيدي حيا وراه نشوفو فين ندورو ونكملو الطريق ان شاء الله. هاهي البلاكه طريق خضران المعازيز تيفلت الرباط على اليسار خميسات نيشان نتلاقى مهدي ونشوفو شنو نديرو. هاي الرون بوان حنا داخلين لتيفلت فوتو البراج ونهضر
مدينة تيفلت وأخيرا وصلنا ليها. نار مجبد تبارك الله. تمارة طريق سارينا شفنا، جربنا طرقان جداد، اكتشفنا بلاد جديدة. اللهم لك الحمد. أنا وصلت تيفل دابا، كناش عارفين فين نخرجوا صراحة. تبعنا داك الطريق خرجنا في تيفلت. شوفوا المدينة، الجو ديال الشتا. أنا شوف شنو نديرو دابا. شوف تيفلت وشحال عامرة. وفي هاد الطريق كنكونو خرجنا من تيفلت، قربنا الكاموني. فهاد اللحظات دابا كندخلو سيدي على البحراوي الكاموني مع اذان صلاة المغرب. الليل الظلام باغي يطيح دابا، مبقاش بزاف. ان شاء الله نكمل الطريق ونعطرا. سي رضا هاك اخويا، ما سخيناش بك اخاي. كانت رحله طيبه، اللهم بارك، وتمتعنا معك اخاي. الله يجازيك بخير. الله يكرمك اخي مهدي، والله الا فرصه طيبه واول مره نتلاقاو ومعرفه خير ان شاء الله الرحمن الرحيم، وتكونش اخر رحله. وغنكملوا ان شاء الله هذه الرحله. ما المهم اللي تعذر علينا هذه المره باش نكملوا الخنيفره، وكان صراحه بغينا نكملوا الخنيفره، ولكن داك الطلوع اخويا مهدي، داك الطلوع اللي حقرناه في الاول، فالله يسمح لينا. انا المهم تعلمت انا واحد الدرس من هذه الرحله، هو انك ما عمرك تحقر شي مسافه، واخا تبان لك مثلا مسافه قصيره ما عمرك تحقرها. لان احنا البارح 55 كيلومتر خرجتها من النهار كامل. ها كامل حنا كنبيضرو، تعيا ما تضرب، قلت لك راه تضرب في 5 كيلومتر. المهم رحله كانت ممتازه شيقه، تشرفنا بسي رضا وسي خالد اللي ما كملش معنا الرحله. مره اخرى ان شاء الله عاوتاني نديروا رحله جديده، والله يلاقينا في ساعه الخير. امين. انا باقي في سيدي علال البحراوي، وكما شفتوا انا سلمت على مهدي. مهدي غيكمل الطريق السلا، انا غنكمل الطريق من طرف. في هاد الوقيته في هاد الظلام في هاد الليل ان شاء الله نوصل بخير وعلى خير، ونوصل في طرف وغنصور لكم. كيلا يبان لي شي حاجه في الطريق، مازال لي دابا المهم تقريبا واحد 35 كيلومتر ان شاء الله دوز بخير وعلى خير. مهدي قال لي يلاه تبات معايا، يعني المسافه اللي كاينه السلا واحد 25 ولا 20 كيلومتر هي القنيطره. اللهم نمشي القنيطره، نبات في الدار. هذا ما كان، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. تهلاو ليا في راسكم، كمل مهدي. تحياتي اخويا، طريق سلامه. هو مهدي كي غادرنا، هو غيمشي نيسان، انا ندور على اليمين. الله يوصلوا على خير، الله يوصلنا على خير اجمعين. باقي في الطريق، وانا وصلت للفوارات اللي قريبه للقنيطره. بقي لي تقريبا واحد 14 كيلومتر 15 كيلومتر ان شاء الله، ما بقاش بزاف. واحد الحاجه اللي مهمه، واحد يرد باله في الطريق. شوف الليل صراحه يرد باله في الطريق. ودريس على وجه الرموكات، صراحه الرموكات وما اخيه بوحدين في الطريق ما كيحتارموش، كيبقى يكلاكسوني عليك من البعد، كيخلعك. اغلبيه كيخلعك، انت بعيد شد اقصى اليمين ديالك وهو كيكلاكسوني عليك، كيطيرها منك خلعه. هما ما ردوا بالكم الاخوان، الطريق راه زوينه بالليل ولكن ديروا احتياطات. اللهم يسير. الحمد لله قنيطره، اللهم لك الحمد، وصلت بخير وعلى خير. اللهم لك الحمد. الطريق بالليل صراحه صعيبه، ما ننصح شي واحد يجربها صراحه. اللهم يسير. الحمد لله، الحمد لله، اشكر لله، وصلت بخير وعلى خير. اليوم اللي كان نهار تاريخي، جينا من والماس الى قنيطره، حتى اللي انا كنكون قطعنا 290 كيلومتر الي روتور حتى والماس. نمشي درنا فيه يومين، النهار الاول بدنا في المعازيز، النهار الثاني قلنا غنفوتوا والماس، ولكن الطبيعه كانت اقوى منا حنايا، لذلك اضطرينا اننا قطعنا في النهار الثاني. نهار الاول قطعنا 100 كيلومتر، نهار الثاني 60 كيلومتر ولا 55 كيلومتر، بزز بمشقة الانفس كملناها الحمد لله. كنا نكملوا الخنيفرة ساعة، الوقت ما يساعدناش، ان شاء الله غنديروها في رحلات قادمة ان شاء الله.
من وين مات الخنيفرة ان شاء الله الرحمن الرحيم، وتحفزوا ان شاء الله انكم تنتوما تستعملوا الدراجة الهوائية وتفادوا الاخطاء اللي كندير انا ولا شي واحد اخر. استمتعوا مع راسكم، استمتعوا بوقتكم، تهلاو ليا فراسكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.